زينب، يعني مستمرين بمحطتنا الصباحية لليوم، الآثار والوثائق وتعاقب الحضارات بشكله تاريخ حضارة الأمة. سوريا هي مهد الحضارات، لكل محافظة في سوريا جزء من هذه الحكاية الحضارية والتراثية. اليوم نحن متواجدين بمحافظة حلب، رح نتبحر أكثر بحكاية التاريخ والآثار ضمن معالم عديدة ومتنوعة للعاصمة الصناعية، وأيضا جزء من العاصمة الثقافية لسوريا هي حلب. رح نحكي أكثر عن هالتفاصيل مع مدير مديرية المتاحف والآثار الدكتور صخر العلبي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباح الوطن، أشكركم على تغطية المناسبة اللي هي عزيزة على كل السوريين وكل أولاد الوطن. يعني نعم، يسعد صباحك عن جديد دكتور. يعني خبرنا، نحن موجودين بأهم المعالم بحلب، خلينا نقول المتحف الوطني، خبرنا عنه كذاكرة حية للآثار. هلا متحف حلب غني، كان يطلق عليه، كان يطلق على مديرية الآثار لحلب، كان يطلق عليها مديرية آثار المنطقة الشمالية، وبالتالي هو ما بيضم فقط آثار من مدينة حلب، وإنما كان بيضم نتائج أو تنقيبات اللي بصير بشمال سوريا كلهم. هذا هون بيطلع غناء، وبالتالي بشوف القاعات المختلفة، كل وحدة لها، حتى القاعات عنا هي حسب المناطق اللي مكتشف فيها. هذا بيعطيك الغنى في شمال شرق سوريا، في شمال، في شمال غرب، وكل وحدة لها بتعطيك نكهة اللي بتعطي هالتراكم الحضاري للمنطقة هاي. هلا بالنسبة لحلب، بجوز متحف حلب فقير بالحلبيات، يعني لأنه بيضم الجذور، ولكن متحف حلب في متاحف أخرى متممة كانت على مر التاريخ. يعني كان في عندنا دار تقليدية بالمدينة القديمة، هذيك فيها شيء حلبي أكثر. واليوم يعني هاي الحرب المجنونة اجت على المدينة، وقفت يعني لفترة صغيرة إن شاء الله. سعينا، كان في كل الجهود متضافرة لإنشاء متحف كمان بالمدينة القديمة، يعني بشكل متكامل، مع هون اسمه ذاكرة حلب. هذاك كان يفترض أن يضم مثلا، يعني يجري العمل عليه حاليا، تمام؟ يعني إعادة الموضوع على بساط البحث. طبعا دار كانت مقترحة هي تترمم حاليا، وهذا شيء كثير مهم، يعني ان الحكومه السوريه رغم كل الحصار الاقتصادي، رغم كل شيء المفروض على بلدنا الحبيب، لا تزال تخصص ميزانيه كل سنه للثقافه، لمديريه الاثار، لترميم الابواب التاريخيه اللي تعطينا هي هويه اخر شيء. صحيح، نحن في تحدي مع الزمن بموضوع الهويه وتيارات العولمه اللي عم تجرف ما هب ودب، خاصة أنا كأستاذ جامعي بالإضافة لعملي هون. هذا الشيء متلمسه عند الجيل، وهي رسالة للجيل كمان اللي هو مستقبل سوريا، إنه يعي هذه الهوية. صحيح. واللي شو بيميزه عن الآخر. اليوم من يومين ثلاثة كان في احتفالية كتير كبيرة مشان موضوع التراث اللامادي وتسجيل القدود الحلبية. هذا بيجي على التوازي، بس هذا يعني هذا انكسار كمان، أحد مثل ما عبرت عنه السيدة وزيرة الثقافة، كمان هو احد الانتصارات. يعني هذا صحيح حقنا واخذناه، بس هو احد الانتصارات اللي بسجل لسوريا، ونشكر الله والله يحمي سوريا. اكيد. يعني دكتور صخر، نحن عم نحكي اليوم مع حضرتك آثار كتير وأوابد تاريخية مهمة ومعالم بحلب. نعرف أنه الإرهاب لما ضرب المنطقة قلب مدينة حلب القديمة، وهي يمكن كانت الخسارة الأكبر بتضرر عدد كبير من الأوابد التاريخية. خلينا استعراض سريع لأبرز المعالم اللي بتضمها مدينة حلب القديمة، وقديش اشتغلتوا لإعادة هاي المعالم. ممنونك على السؤال اللي هو بصلب اهتمامي. يعني أنا بغض النظر عن المواضيع الأخرى، في شيء دائما ببرز اكثر من شيء. انا بالنسبه لي كمهندس معماري كمعني بهالمواضيع، عمليات ترميم يعني. هلا لا يغيب عن البال ان قلعه حلب هي رقم واحد. صحيح. تفتحي اي شيء عن حلب، اي موسوعه، اي شيء، بقول لك قلعه حلب. هلا قلعه حلب لا يخفى عن جميع ان كان في محاوله مستميته بكل معنى الكلمه للسيطره عليها، ولكن بفضل الجيش العربي السوري كان في حامي فوق القلعه صد جميع الهجومات.
رغم كل ذلك ضررت القلعة بشكل أو بآخر، كل شيء خارجية من الأسوار الخارجية. صحيح. ليست تحت بالأسفل محل ما بتتجول، وإنما فوق آخر الخندق، يعني بعد ما بطلع سفح طالع من الخندق آخر شيء فوق الأسوار، هي بتحمي القلعة. هي ضررت قسم منيح، وهي عملنا عليها خلال سنتين الماضيات على ترميمها، ورجعت مثل ما كانت إن شاء الله وفق أحدث يعني المعايير الدولية والمحلية اللي نشتغل عليها. إذن قلعة حلب رقم واحد. رقم اثنين هو طبعا لا شك هو الجامع الكبير، والجامع الكبير هو معلم يعني من كمان مو بس بالنسبة لسوريا، بالعالم الإسلامي وإلى آخره كمان، يعني غير القلعة، غير حكاية القلعة، لأنه حكاية القلعة كان كما تفضل مثل ما أسلفت من شوي إني كان في استماتة بس ما حسنون، ولكن الجامع الكبير كان في تدمير هائل. صحيح. يعني نسف للمئذنة هي العمر 1300 سنة اللي قاومت الزمن والسرقة من يعني طبعا مو بس المادنة، بس المادنة هي المادنة اللي صمدت رغم الزلازل ورغم تعديات اللي صارت على الجامع، ورغم هي ما هي أول تعدي بصير على الجامع، ولكن هذا قد يكون أكثر واحد ألأم واحد اللؤم يعني من الحقد من شو ما بدك، هو استهداف للهوية. يعني هي مأزنة الجامع هي تميز جامع وهي تميز كل شيء فيه، يعني هي كل كتب تكتب أن المأزنة والواجهة الداخلية وإلى آخره، وتم تفجير المبنى عمدا. شو بدنا هذا مو بس إساءة لمبنى معين، وإنما كان أنا بشوف أني كان في ممنهج. تمام. اليوم مشان نغطي مواضيع الأخرى، اليوم نشكر الله المادنة تحظت مثل بقية الآثار باهتمام أعلى السلطات بسوريا، فتم تشكيل فريق بموجب قرار جمهوري لإعادة ترميم الجامع. واليوم أطعنا أنا مدير، بفتخر إني أنا مدير المشروع هناك، وهذا شيء بشرفني طبعا، وبحكي بالفم الملآن، أنا كل يوم أتعلم درس جديد من هناك بكل فهم الآن، يعني لأنه الواقع غير الدراسة النظرية. أنا بتعلم الشيء القديم وتفكينا ما تبقى من المأزنة مشان نرجع نعمرها. كان في أنا تعلمت كيف عمروها قبل 1300 سنة. فهذا مهم، بس اليوم قطعنا أشواط منيحة فيها. هلا إذا حكينا على القلعة حكينا على الجامع، في الأسواق طبعا تجي ثالثا، يعني او بالله بلا ما نرتبهم ترتيب، وانما دول المعالم الرئيسيه. صحيح. قد اشوف انا الجامع، قد يشوف اخر القلعه، يعني حسب، ولكن انا ابن هذه المدينه، نشات فيها واعطتني كل شيء، هي علمتني وهي ربتني وهي سوتني باللي انا فيه، ولم اغادرها اثناء الحرب نهائيا. وكلياتنا بكينا نهار تفجر الجامع، ونهار كل سوري مو بس حلبي، حتى الناس بالمغترب كانوا يكتبوا لنا اني ايش عم بصير. هذا بحق التاريخ مهم. الاسواق يجري العمل بغض النظر عن الشيء اللي عم بيصير على الواقع، في شيء بعد ما حدا بيعرفه، ان في فريق كمان يعمل بصمت، وانا بحترم جميع الناس بيعملوا بصمت بتوجيه سيد المحافظ طبعا بالتنسيق مع الامانه السوريه التنميه، مشكورين طبعا جميع الجهات، دراسه للسوق كاملا، وتم توثيقه بسماء الوضع الراهن او تاريخيا وكل شيء. واليوم في استراتيجيه، وتم هذا شيء مو مخبى اليوم، يعني صار من كم شهر صار في على وسائل الاعلام، بس هو انتم كمان غطيتوا بعضها منا بمدرسه في الدوله، تم تضواي على الموضوع هذا، اني شو عم بيصير هون بهالسوق وكيف الاولويات. صحيح. تمام. وهذا عم نشتغل عليه. هلا لجانب الاسواق في موضوع الجهات المعنيه كلها عم تشتغل، يعني مثلا يعني في شيء مواطن عادي انا بحب اوصله عن طريق الاعلام اللي ما بيشوفه، المواطن العادي بعدي بيشوف مثلا في شارع هون في واجهات مخربه ما بما، اما البنيه التحتيه اللي هي مسؤوليه الحكومه السوريه، البنيه التحتيه بمعنى اخر جميع اللي دمر تم اعاده الى له المياه والكهرباء، الله اذا مو في المية 100 90% 95 حسب، يعني بيطلع واحد بيقول لك لا في حي ما له، يعني بس انا عموما عم بحكي على ضوء على جانب اللي الاخر ما بيشوفه، اللي هو موضوع البنيه التحتيه، الكهرباء، ازاله يعني بتعرفي قديش اخذ وقت من السلطات هون بحلب لوقت ما شلنا الركام، لوقت ما فتحت الشوارع. صحيح. انا على مستوى الجامع الكبير لوقت ما ازلنا الركام اللي جواته واسال الحرائق والمطبات واللي جواته، تمنى شي 6 شهور 7 شهور عم تصوري الخراب سهل.
ولكن هلا اضافه ل دائما الدمار سهل ولكن اعمار صعب. والله اضافه ل مثل ما تفضل مثل ما حكيت على المعالم الرئيسيه، بتم موضوع السكن اللي هو الناس اللي بترجعيهم على بيوتهم، هو هاجس كمان كبير عند الجميع. هون انا بشوف اني في شغله مبشره بالخير كثير، هو في مبادره من الاهالي كثير، المجتمع يعني المحلي، المجتمع المحلي هذا لازم نضوي عليه كمان. يعني يوميا نحن هون نحن فريق متعاون مع المديريه، في شيء اسمه حلب مديريه المدينه القديمه، هي بتعطي تراخيص ولكن نحن مشاركين، يعني في عندنا واحد من هون داوم هنيك تماما مشان نخفف على المواطن ما يجي لهون يروح على الاثار والى اخره. ففي كل يوم في عشرات الرخص وفي تسهيلات وفي منح وفي من جوانب مختلفه لاعاده، وهذا كان شيء ببشر بالخير. يعني في ناس رغم كل الهجرات اللي صارت من المدينه القديمه، في شيء ببشر بالخير يعني في ناس لسه عندها رغبه ترجع لهالمناطق. هلا بغض النظر عن كمان هون كمان في عندنا مديريات اخرى، يعني مثلا المجتمع المحلي كمان بأقسامه المختلفة، كمان مثلا مديرية الأوقاف كمان معنية عن ترميم الأواب الدينية، في الأوقاف المسيحية كمان في شغل شاغل، يعني حتى كل الأمور عم تمشي على التوازي. يعني الله مثلا مو بس الجامع الكبير، في جوامع صغيرة كتير كبيرة يجري ترميمها، معظم الكنائس اللي بحلب تم ترميمها او الشغل عليها او جاري الشغل على بعضها الاخر. نعم اذا الوقت داركنا انا لا تفضل معلومات مهمه كثير بالعكس. عم تسلمي، شكرا، شفتك عم طالع مش مو مشكله يعني، بس اني الامور بتبشر من يوم من كل يوم لبكره، ان شاء الله بكره مثل ما انا بنعيش على امل بكره احلى يعني. والامور على مستوى صعيد السكن، على صعيد البنيه التحتيه وكل الجهات المشاركه، هي في بحلب في هيئه اسمها لجنه حمايه المدينه القديمه، بتجتمع دوريا بتعالج جميع مشاكل المدينه القديمه. طبعا في مشاكل مستعصيه جدا، في مثلا مواضيع الملكيه خاصه لغائبين، املاك الغائبين، هي مو بس بسوريا، نحن بنعطي اللي تعلمناه من تجارب الاخرين كيف يحلوا هيك مواضيع. في مشاكل عالقه، في مشاكل، في عنا املاك يهود مثلا، في عنا املاك سوريين غائبين من يهود، في عنا هي مشكله حقيقه بكل محل، مو بس بلدنا الحبيب يعني بكل محل. وكيف نحن نطرح سيناريوهات حلول، كيف تم معالجتها. والامور تصور يعني، والامور متحف كمان امور جيده، كمان عم ترجع لنا بفضل السلطات السوريه والحكومه السوريه ومتابعتها خارجيا، عم ترجع لنا بعض القطاع، وكمان الجهات الامنيه عم ترجع لنا بعض القطاع، والشباب بجوز الصبايا بالمتحف يعني ضووا عليها. اليوم في امل كبير، يمكن كمان حكوا عليه زملائي، اني عوده البعثات الاجنبيه بعد انقطاع طويل. طبعا هذول عن الجماعه بنسقوا معنا من زمان ونحن نعرفهم من زمان، بس كان عليهم حظر من سلطات بلدهم، بس هن اليوم عم برجعوا. يعني في اذا ما في ضوء اخضر، في بدايه تسويت معلومات، وعم بيجوا احسابهم وعم بيجوا، ودائما في وفود. يعني هلا باخر سنه، وهذا ببشر بالخير، اخر مرحله كان في ترميم لهالتمثال اللي هو شفتوا انتم داخلين، نحن داخلين على يعني على كل الجبهات بنحكي الامور من حسن لاحسن. يعني هذا الواجهه الاخيره، اذا ممكن بس نضوي اخر شيء، واجهه المتحف المعروف فيها واجهه المتحف اللي هي مثلا مثل ما بديت حديثي، هي ماي من حلب، هي من اقصى شمال شرق سوريا، ولكن كان دائما يصب هون نتائج البعثات. صحيح. هلا بدي اضويه على الموضوع، بس اني هالواجهه كان عرف ان اي واحد زمان قبل 100 سنه كان في تجاره اثار اثناء السلطه العثمانيه، اثناء الانتداب الفرنسي، فكان اي شيء بدهم ياخذوه او مثلا يشتروه لازم يسووا كوبي عنه، فهذا هو كوبي عن اللي سرقوه، او تملكوه نسميه زمان. ولكن نقطه بدي اضوي عليها، ان اللي اخذوه حطوه بمتحف متحف المانيا، ولكن المتحف دمر. دمر بالمرحله العالميه، بالحرب العالميه رحلت حتى النسخه الاصليه، صفي عنا نسخه حتى النسخه الاصليه. فبوي عنا هذا بيعطيك، هذا جهود كمان، جهود سوريين يعني، صحيح اللي سووه كمان هن جهود سوريين، صحيح تجينا بعثات اجنبيه، بس هي قوامها دائما في مشاركه مع
مع شباب انا بسميهم جنود مجهولين، سواء هون سواء بالمدينه القديمه، رغم كل العقبات بحس ان الناس كلها متلهفين المشاركه، رغم الوضع العام مثل العالم كله. انا بشوف سواء مديريات سواء اشخاص سواء ناس ناشطين سواء، والله يحمي سوريا وان شاء الله بكره بكره ان شاء الله احلى، وان شاء الله بتعاون جميع الجهات. نعم نشوف جهودكم. تسلم، شكرا. ولكم كمان يعني الاعلام دوره كثير قوي بهالمرحله، يعني لانه في بعد المواطن العادي ما بيشوفه، مثلا مواضيع القوانين هذا كله يشتغل، في شغل عليه حالي موضوع، وين في عقبات مثلا قانونيه كذا بالاثار بالمدينه القديمه كله يعني يجري العمل عليه حاليا. انا بعطي مثال بس كثير صغير، مثلا اللي بعدي قدام الجامع الكبير مثلا صرنا 4 سنين عم نشتغل، شو عم نسوي هون جوا يعني؟ بس هو الموضوع هو كثير كبير وكثير ضخم. لا سوري منك بس اسمحي لي دقيقه واحده. نحن عمارتنا التاريخية أو التقليدية هو عمارة منغلقة نحو الداخل. يعني بالجامع الأموي بدمشق بحلب بكل محل، هن الواجهات الداخلية هي الأساس. الأساس يعني كان من برا محاط بأسواق، محاط بكذا. بس النقطة بدي أضوي عليها إني بسطح الجامع من فوق كان في كله مخرم. إذا هذا البعد ما بشوفه الإنسان المار العادي. صحيح. فأنت إذا ما اشتغلتي فوق وعمل مضني ما عرفت حجم الضرر. ما تحسين تشتغلي تحت. صحيح. فتم فتره طويله بنشتغل فوق، ما حدا بقول لك عم بروحوا بيجوا شو عم. هذا اللي عم يظهره الاعلام من خلال توثيق دائما عم. ايوه هذا دور، يعني هذا دوركم انتم مثل ما بتوصلوه انتم يعني. نعم. انا حديث مختلط بس انتم دائما عندكم نشاط اعلامي ان شاء الله بتضووا عليه على السوا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله بنحظى فيكم كمان شي مره. اكيد. بحلقه عن الجامع بسوى. أكيد. بسوى. اكيد اكيد. عن الجامع او ما يحيط بالجامع، في اعمال كثيره ما يحيط بالجامع. يعني نحن حكينا اليوم هيك نبذه مختصره عن اهم اعمال الترميم أهمية إعادة الحياة لهيك مفصل من المفاصل المهمة بحلب والمتحف الوطني. يعني نحن بنتمنى لكم التوفيق ونقول لكم موفقين بجهودكم، وأكيد إن شاء الله بالحلقات القادمة أو بحلقات ببرامج أخرى ممكن نحكي عن بعض القوانين إعادة الآثار لسوريا، لأنه هو جزء من الحضارة والثقافة السورية اللي هي هلأ هويتنا، يعني المفروض أنه دائما تكون هاي شيء مقدس. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا الشيء اللي عم بيجمعنا كلياتنا، وان شاء الله الاخباريه بخير دوما وبكره احلى. أكيد. شكرا دكتور صخر العلبي، شكرا لوجودك. أصلاً. واكيد رح يكون لنا محطات قادمه معك. شكرا لاستضافتنا دائما وتسهيل عمل المهام، وحضرتك مدير مديريه الاثار والنقل. شكرا.